في الحقيقة بصمات كتير قدر يحققها المصريين في الرياضات المختلفة. بنتكلم على الألعاب، سواء كانت الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية. الكام يوم اللي فاتوا تحديدا استقبلنا أخبار مبهجة، الأخبار دي خلتنا فخورين بأبطال مصر في هذه الرياضات والألعاب المختلفة. بنتكلم على نجمنا محمد صلاح ونجاحاته وتألقه في الدوري الإنجليزي، بنتكلم على أبطال بلدنا في لعبة الاسكواش اللي رفعوا اسم مصر في البطولات الدولية وحققوا أرقام قياسية كبيرة في كل بطولة يمكن شاركوا فيها النجوم دول تحديدا. بنتكلم كمان على الدوري الفرنسي في كرة اليد والمصريين والهدافين المصريين سواء كان رجال أو سيدات. بنتكلم عن فريدة عثمان اللي بتواصل صناعة المجد في السباحة بعد حصولها على فضية بطولة نوستروم. ومع الفخر ده بيجي سؤال مهم قوي بقى، السؤال هو ازاي نخلي الابطال دول قدوه حقيقيه لولادنا بدل ما يبقى فيه يعني القدوات الزائفه اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال ده هيجاوب عليه دكتور جمال لافرويز استشاري الطب النفسي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يعني خلينا ندخل في الموضوع على طول، يمكن من وقت للتاني بيطلع النجوم او يعني خلينا نقول نماذج مشرفه في الرياضات المختلفه. الصراحه يعني الواحد وهو بيتفرج عليهم بيكون فخور طبعا. ازاي انا اقدر ازرع يعني هذا النجم يكون قدوة لابني في المستقبل؟ تمام. بص يا فندم، هو الفخر بالبطل اللي ناجح ده ليه؟ حبا في الوطن. صحيح. ده ابن وطني وهو ناجح، وبالتالي أنا بحس بالفخر أو بالاعتزاز لنجاحه. طب أنا عايز أوصل دي للولاد الصغيرين. إحنا دايما مشكلتنا والسوشيال ميديا بالذات، طالما أنت ذكرت السوشيال ميديا وبطولاته الزائفة، دايما نكسر في نفسنا، دايما نقلل من نفسنا. يعني تلاقي دايما يقول لك اصل في دوله كذا في احنا المصريين ما عندناش دي، اصل احنا مصريين كذا، ده الست المصريه رقم كذا في العالم، ده النكد مش عارف ايه، ده احنا كلام طبعا تافه وليس له اي قيمه ولوش مصدر اساسي يطلع منه. احنا مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نصدر نجاحاتنا لاولادنا او حتى للناس. يعني انا اسف، انت مصر النهارده عندك نجاحات كتيره جدا، ايه اللي وصل للشعب منها؟ صحيح. انت بتعلنها 5 دقايق وبتقفل التلفزيون. طب المواطن البسيط ده هيشوفها ازاي او يقتنع بيها؟ ما لازم تديها له مره واثنين وثلاثه، تسليط الضوء. وتسليط الضوء ما يجيش بالعرض مره واحده او مرتين، لازم اعاده وتكرار. يعني انا لما انا بعمل مثلا افتتاحات معينه، سي النهارده لما اعمل فيلم فيديو دقيقتين وانزله على اليوتيوب بحيث اي حد بيفتح في مصر هيلقاه، اي حد بيفتح في الدول العربيه هيلقاه، ادخل دار سينما هلقاه، ادخل نادي هلقاه، بحيث ان ده بيعمل ريفريشمنت للمعلومه عندي. في ارتباط ما بين الذاكره و المعلومه بترسخ، الى جانب ان هنا بحس بقى بالفخر والزهو. لكن من مجرد اجيب المعلومه واقعد عليها ساعتين ثلاثه وبعد كده انساها، ده طبعا مش حل. طيب دكتور، خلينا نرجع للاطفال. السن المناسب علشان ابتدي كولي امر احاول ازرع جوه ابني مساله القدوه، مساله انه بيبص على ايه هي ميوله، ايه هي اتجاهاته، واصلا ازاي من البدايه اخليه سوي نفسيا علشان يكون قادر ان هو يتعلم كويس ويفكر كويس ويقدر يختار القدوه المناسبه. بص يا فندم، احنا دايما بنقول الشخصيه بتيجي 3 عناصر: وراثه، تربيه، ثم خبرات حياتيه. الاساس في كل ده التربيه. الطفل بيبدا يحس بوالده من النص الثاني من السنه الثانيه. فدايما الطفل لما بيقل والده شخصيه بيعتز بيها وبيحبها بيبقى فخور بيه وبياخده هو المثل الاعلى والقدوه بالنسبه له. كل ما ده يستمر، يعني انت حضرتك بتقولي طب من سن كام؟ بقول لك هي من نص تاني من السنه الثانيه لغايه سن 14 سنه. كل ما بتبقى العلاقه ايجابيه وبربيه صح، بعد كده الخبرات الحياتيه ما تفرقش معايا، مش هخاف منها. مكتسبه كلها. لكن انا اللي خاف منه ان انا ما ربيش صح. لما بيجي يكبر اي خبرات سيئه ما هي مفاهيم التربيه دي دكتور اتغيرت ما بين زمان وما بين دلوقتي. اعتقد انه لازم يكون في نوع من انواع التطوير او المواجبه للي بيحصل حوالينا. المساله اتغيرت شويه. بص يا فندم، الشخصيه هي بتتكون. الطفل متلقي النهارده في معاه حاجه اسمها الموبايل، في حاجه اسمها اليوتيوب، في اسمها مواقع، بيدخل على حاجه غلط، بيدخل على كل ما تتربيه صح وكوني انت صديقه لابنك وبتتكلمي معاه واخداه في حضنك دايما، هيبقى هو صريح معاكي، هيقول لك كل حاجه. يا مامي انا شفت كذا، يا بابي ده انا حد قال لي كذا،
يا ماما ده في على الموبايل وانا بشوف شفت حاجه كذا انه هيجي يسال. بس الفكره دلوقتي ان بقى للاسف إن الاطفال تحديدا بيبصوا لغيرهم. يعني انا النهارده بسيطر على ابني وبخليه اللي هو ما يستخدمش التليفون تحديدا، لان احنا بنشوف كل الاطفال دلوقتي قاعدين على السمارت فون وشغالين على اليوتيوب تحديدا. يعني النهارده ازاي اقدر اخليه يتخلى عن هذه الاله التكنولوجيه اللي هو شايف بيلاقي فيها نفسه؟ يعني الطفل بيبقى دلوقتي في البيت منعزل تماما عن الاسره وقاعد على اليوتيوب، هو ده اسير اليوتيوب حقيقي. فازاي اللي انا اخليه يبعد عن ده، او اخلي اهله او والده ووالدته تحديدا يربوه بعيد عن ده؟ بص يا فندم، المنع غير مصلح. صحيح، خلينا واقعيين. يعني ان انت تمنع دي ملهاش لازمه، ان هو هيدور عليه في اتجاه تاني. ولكن انت ربي صح، عرف المعلومه الصح. يعني النهارده انا لما ابني اقول له ايه الصلاه، ابني اقول له الصح ايه والغلط ايه، السقف بتاعك. ابني لما يكون صديقي، ودي اهم نقطه في القصه كلها، يكون ابنك صديقك. يعني ايه صديقك؟ يتكلم معاك براحته. احنا الاب مش دايما بعاقب. يجي الولد يقول لك ايه ده انا في المدرسه عملت كذا غلط، ما انت عشان انت واد قليل الادب، اصل انت مش عارف ايه، اصل يكرهك ان انت تقولي تاني. فبالتالي مش هيحكي، بالتالي هيبقى اليوتيوب هو اللي هيمشيه واصدقائه هم اللي هيقودوه. لكن كل ما انت تكون صديق وتسمع له، وهنا كل ما تكون انت دماغك برود شويه معاه في التعامل، كل ما هو هيكون يحكي اكتر. وبالتالي لما يشوف الغلط هيجي يقول لك على الغلط. ان هم طبعا بيبقوا عارفين الغلط ايه والصح ايه، وفاهم ده من ده، ولكن في واحد بيستمر ويكمل فيه وواحد بيمتنع. دكتور، ايه الاخطاء اللي دايما من وجهه نظر حضرتك يعني الاهالي اليومين دول بيقعوا فيها مع اولادهم؟ الاهمال. بمعنى كلمك بصراحه مطلقه. النهارده اي اب وام عايز يدخل اولاده مدارس كويسه، عايز يجيب لهم لبس كويس، عايز يجيب لهم اكل كويس، عايز يجيب لهم سكن كويس، وبيحاول ويجاهد صبح وليل عشان ده. وننسى الشخص نفسه. الشخصيه نفسها، التربيه نفسها، الثقافه نفسها اللي هي هتستخدم ده. النهارده لما بتشوف المشاكل اللي بتحصل من الشباب، انا اسف، اضطرابات سلوكيه، اضطرابات جنسيه، اضطرابات اخلاقيه. طب النهارده ايه اللي وصله لدي؟ ان مفيش علاقه مع الاب والام. الام بتنزل تشتغل يعني الصبح، ترجع عايزه تعمل اكل، عايزه تنظف البيت، و و و هي سايب الولد بنكتفي بندي فلوس دروس، عايز عربيه مامي، عايز شقه، عايز خد فلوس اي تي ام. ولكن كعلاقه انسانيه مش موجوده. بالتالي لما الطفل الولد بيكبر، النهارده في مسافه بينه وبين الاهل للاسف الشديد، ودي ما حدش يقول لي مش موجوده، لا موجوده. في مسافه مع الاهل بقت العلاقه انحصرت ماديا، لكن العلاقه الانسانيه دايما يا دكتور بيبقى في خط فاصل ما بين تلبيه احتياجات الاطفال تحديدا والامتناع عن ده. يعني احيانا بشوف الاهالي بيصعب عليهم ابنهم علشان بيعيط، فخلاص هو طلب ده هعملها له عشان ما يعيطش. حقيقي. ازاي اقدر ان انا اعمل الحد الفاصل دي، او الشعره اللي ما بين تلبيه الاحتياجات والمنع؟ هي دي اللي بتولد العناد. انا النهارده عرفت ان انا لما اطلب منك حاجه هتقولي لي لا، واقعد اعيط واخبط في الارض، خد خلينا نخلص. لو انت ما عملتهاش ماما هتعمل، لو ماما ما عملتش تيتا هتعمل، جده هيعمل، فهو بياخد المكسب اللي هو عايزه. لازم من الاول لا. بص يا فندم، انا ممكن حاجه ب 50 قرش هتمثل لك قيمه، لكن لازم يتعود ان في لا. لازم يتعود في اه وفي لا. انا عايز شوكولاتايه، حاضر. بعد نص ساعه انا عايز الشوكولاتايه دي. الطفل ببساطه شديده، انت لو خدت ابنك لغايه سن 4 سنين دخلت بيه اي سوبر ماركت وسيبه مع نفسه، خد يا حبيبي هات اللي انت عايزه، هيلم اللي هو عايزه. وانت خارج رحت سبت الحاجه وما حسبتش عليها ومشيت، ممكن ما يسالش عليها. هو دايما الطفل عايز الحاجه دلوقتي، الرغبه دلوقتي. انت اما بتنميها فبيطلع الشخصيه السيكوباتيه. اتعود كلمه لا دي مرفوضه، فلما بيكبر كلمه لا دي بتدايس، لا انساها، ما تقوليش لا دي خالص. فبيبدا يتعصب ويتنرفز وهو كبير، يتعصب على باباه، يتعصب على مامته. فهنا ان احنا ربناه على كده. لكن لو هو طالع من الصغر، انا هجيب لك دي بس في سقف، مش هجيب دي حتى لو كانت في امكانياتي، بس لازم يتعود في لا وفي فلو اتعود عليها من الصغر هيكبر شخصيه ناضجه حتى في طلباته. وان الحاجه بتيجي بحافز ومكافآت كمان، المكافآت والحوافز حتى مش شرط ماديه،
ممكن معنويه، زياره تيتا ده حافز، زياره النادي ده حافز، ممكن اجيب له حاجه هو كان مثلا عايز يغير الموبايل، عايز يغير التاب، عايز يغير كذا، ده حافز، عايز يروح يزور حد من اصحابه ده حافز، احطه دايما. مش هقول لك دي قصاد دي عشان ما تبقاش مربوطه ماديا، ولكن دائما كل ما بيعمل الحاجه الصح وكل ما هو بيرضيني ايه المانع ان انا البي له احتياجاته. طيب يا دكتور، واحنا بنتكلم عن الايقونات اللي موجوده في الرياضه المصريه، يمكن لسه شايفين اعلان لمحمد صلاح، نجمنا طبعا محمد صلاح، هو بيتكلم عن مساله الفقاعات اللي بقت موجوده في المجتمع، وتحديدا كانت رسالته محدده للاطفال انه ما يعيشوش داخل هذه الفقاعات من صغرهم، ويبصوا حواليهم ويتفاعلوا مع العالم حواليهم علشان يقدروا يستفيدوا من كل حاجه بتحصل حواليهم ويستمتعوا بحياتهم كمان. الى اي مدى الفقاعات اللي بقت موجوده دي بقت بتحرمنا من ده؟ بص يا فندم، انا لو هلوم على الفقاعات، هو واحد بيظهر نفسه حقه، لكن انا بلوم على الاعلام. لما يبقى برنامج اعلامي ومتشاف ويجيب الناس دي ضيوف يا دكتور، بس الموضوع ما بقاش برنامج اعلام بس فقط، يعني برضه عشان ما يبقاش في تحمل علينا، الاعلام هو المحرك. بس دلوقتي السوشيال ميديا بقت هي الاكثر تاثيرا، بس الاعلام محرك. خد بالك، الاعلام لو انت مشيته صح هيحرك لك المجتمع وراك. انت النهارده لما يجي مثلا يجيبوا واحد يقول لك اصل انا كسبت من اليوتيوب سي مثلا 4 مليون دولار في السنه. انا ما اعرفش المبلغ ده حقيقه او غير حقيقي، لكن هو قال، لكن هي في الاخر بتوصل الرساله للطفل على انه دي وسيله سهله للكسب المادي ويخليه ما يتعبش نفسه. انا عندي ولد طالب في احد الجامعات، اهله جايبينه لي، الولد كليه قمه مش عايز يكمل. ليه؟ انا يعني انا اسف، هطلع ايه دكتور؟ مش عايز، انا عايز اشتغل يوتيوبر. هو طبعا مع كامل الاحترام ان في ناس بتقدم محتوى هادف ومحترم يستحق المشاهده، ما اللي بيستحق المشاهده محدش بيشوفه. انا اسف، يعني هو في حد بيعمل حاجه تستحق المشاهده؟ حد هيتابعه؟ اللي هيتابع هيتابع التوافق. لا ازاي يا دكتور، في ناس طبعا. بس يا فندم، في قليل، يعني النهارده قليل قوي. النهارده الناس بتتابع التوافق اللي هي مش عايزه تشغل دماغها بيها. احسان عبد القدوس كان هنا في مبنى ماسبيرو وقابل احد الفنانين، مش هنقول اسمه، فهو مش عارفه، فالتاني اتضايق، يعني بيقول له انت مين؟ بيقول له انا احسان عبد القدوس. قال له وانا فلان، تعال ننزل عند مجمع التحرير شوف الناس هتتجمع على مين فينا. هي ده الطبيعي. النهارده الناس ما بتشغلش دماغها، يعني انا اسف، انت هتقدمي محتوى قد يكون علمي، قد يكون سياسي، قد يكون رياضي هادف او اجتماعي هادف، قليلين اللي يتابعوه. لكن تعالي محتوى انا اسف فيه اساءات، فيه سفه، فيه بتاع، الناس دينا بنقلب. وهي دي نفس الناس، ودي ركز عليها، اللي نفس بتنتقد. الناس اللي بتنتقد، وهي نفس الناس اللي بتشتكي بعد كده يقول لك ما اولادنا بيشوفوا. طب ما انت شفت الحاجات دي. طيب انا افصل ولادي ازاي عن الكلام ده؟ لان هم هيشوفوه، هيشوفوه، اقنعهم ازاي انه دي مش الحقيقه وده مش المفروض تتبعوه؟ ما دي بالتربيه بقى، انا قلت لك بالمكسب وانا بربي، ان انا ربي صح. عشان كده قلت لك اهم جزئيه في الانسان التربيه من سن 4 ل 12 سنه. صحيح. هي دي اللي بتطلعه تخليه يواجه اي مشكله. انا ما عنديش خوف، لكن انا لو التربيه فيها اي نوع من الخلل، الخبرات الحياتيه هتيجي تاثر عليه بسهوله جدا. ممكن هي علاقه تكامليه يا دكتور، ما بين سواء كان الاعلام، سواء دور الاسره تحديدا طبعا. وفكره عشان نقدم برضو محتوى هادف، يعني ليا الشرف اللي احنا بنستضيف حضرتك عشان نقدر نوعي الناس ازاي اللي احنا نزرع ده في اولادنا عشان يقدروا هم بعد كده يكون هم اللي بيختاروا طبعا. يعني فكره الريموت ده يكون في ايده هو اللي يعرف يجيب الحاجه الهادفه، هو هيدور على الصح. صحيح. لما يلقى الاعلام بيتكلم مع الصح بصوره صح، ما هو ده التكامل اللي انا بتكلم عليه. تمام. عاوز نرجع لفكره الايقونات، يمكن هدير كانت بتتكلم على محمد صلاح تحديدا، لان صلاح اصبح ايقون ما يقدرش حد ينكر دي وحقيقه، لكن كان في لحظات تعثر وقدر اللي هو من التعثر ده يحقق ذاته. عدم الياس، ازاي ازرع ده في ولادي؟ ان انت ما يبقاش عندك ياس مهما الدنيا جت عليك، مهما واجهت من صعاب ومشاكل، خلي عندك حلم وهدف، لان الاحلام لا تسقط ابدا بالتقاطع. بص يا فندم، انا هذكر كلمه قالها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان بيتكلم على فيلم الاختيار يوم العيد، على مسلسل الاختيار. فبيقول للفنانين ايه؟ انتوا خلصتوا القصه في مسلسل وصلتوا للناس بسهوله كنا ممكن نحكي فيها 1000 سنه. صحيح. النهارده ايه قصه محمد صلاح؟ الشاب الصغير اللي كان بيجي من طنطا ويبات قدام نادي المقاولين على الارض،
معاه 3 جنيه بيوفر منهم عشان المواصلات والاكل وزياره من سواء من اللي في الاتوبيس، وازاي ما يدفعش وازاي يقدر يوفر كذا وازاي، عشان عنده حلم. عشان عنده حلم. النهارده لما اوصل للطفل ان الحلم ده ما بيتحققش الا بالجهد تصاعدي، ان برضه انا عندي ناس قلت مره واحده، اللي بيجي بسهوله بيروح بسهوله. صحيح. يعني طلعوا مره واحده فقاعات زي ما انت قلت، فقاعات اعلاميه ملهاش قيمه، ولكن ده عشان اتربى وطلع خبرات وراح نادي المقاولين، وبعدين راح روما، وبعدين راح مش عارف بلجيكا، وبعدين رجع، وبعدين راح انجلترا، ورجع ورجع تاني على انجلترا. كل دي تعثرات ونجاحات، بس هو مصمم ينجح. ومش محمد صلاح، وعندنا ميار الشريف، وعندنا ابطال الاسكواش فريد عثمان، عندنا فريد عثمان. صحيح. عندنا ناس كتيره جدا. الناس مش بالسهل. انا لما بقعد مع لعيبه بتوع السباحه بينزلوا يعني الساعه 4 الصبح يتدربوا لغايه الساعه 7 الصبح عشان بيكون ليهم نوع خاص من التاهيل النفسي يا دكتور. طبعا. بصي، انه كتير بيلعبوا تحت ظروف صعبه. اي واحد بيمارس رياضه في مهاره فنيه، في مهاره بدنيه، في مهاره نفسيه. انتوا بتتفرجوا على ماتش كوره، مش تلاقي ساعات الفرقه كلها مش حلوه كده، تقول ده الدي اوف بتاع اللعيبه. هو اللعيب ده مش معروف عنه ان هو لعيب كويس. ليه النهارده ما بيلعبش كويس؟ الناحيه النفسيه. 30% من ميزان تحرك اللاعب في الناحيه النفسيه. كل ما يكون اللعيب مركز، كل ما مفيش مشاكل خارجيه مسيطره عليه، ده دوري. انا دوري ان انا بشيل المشاكل الخارجيه في البطولات الكبيره. بصر. دي يا دكتور اهم توصيات حضرتك ليهم ايه؟ دايما في البطولات الكبيره اقول له دايما ركز. يعني انا كنت مثلا مع ابطال الرمايه، انا ببقى واقف معاهم في المضمار. انت بص مالكش دعوه اي حاجه، افصل عن كل احنا مع بعض. قول لي اي حاجه دلوقتي انت مشغلاك، قول لي عليها. انت كل دورك ماسك السلاح بتاعك، هتركز مع العصفوره اللي طايره، مالكش دعوه باي حاجه تاني. هتجيب الهدف هتجيبه. ودائما انت هتجيب الهدف. دائما ثق في نفسك ان دائما في ناس عصبيين قلقين، احساسه بذاته دايما خايف، خصوصا لما يكون وصل لمركز عالي دايما خايف، عايز يحافظ عليه، عايز يحافظ، مش عايز يرجع لورا. يقول لي انا مش هقدر احققها، انا مش هقدر. طب انا هنسحب، طب انا هاجل، طب مش هدخل البطوله دي، طب استنى البطوله اللي بعدها. يا ابني لا، انت قادر، انت قادر. دي مع امكانياتك البدنيه، تنام كويس، تاكل كويس، اكل غذائي بتاعك، التدريب، تلتزم مع المدير الفني. المدير الفني مالوش مصلحه غير ان انت تنجح. ان هو عايز ينجح واسمه يكبر، فبالتالي التزم بكلامه مهما كان الكلام بتاعه. ان احيانا في بعض اللاعبين في بعض الالعاب المدير الفني بيكرهني، ده بيحبه ويكره المدير الفني مش حاطط. يا ابني هو دي وجهه نظر، دي بقعد انا بقى، ده دوري. يا ابني دي وجهه نظر، اقتنع بوجهه النظر دي، التزم بيها. تاني بقى لعيب خصوصا الماتشات الكبيره مش عارفين ننام يا دكتور، مش عايز اديك دواء. احيانا صحيح. حاله القلق دي بتحصل، مش عارفين ننام. ده في يعني لاعبين، لا داعي لذكر اسماء، كانوا يخنقوا بعض عشان يناموا. شوف وصلت لايه، يعني خليك قاعد على السرير ويقول لك اضغط على الشرايين هنا عشان يغمى عليا، ولما يغمى عليا بقى اسحب لي ساعتين ثلاثه نوم، او ما بيعرفوش يناموا بالليل. فكره ازاي اتغلب على القلق اللي بيبقى موجود عندي قبل مثلا ما اقدم على حاجه مهمه، دي حاجه مهمه برضو الكل بيسال فيها. ازاي اخليه يتعود جسمه ان هو يكون هادي. ده مش هتيجي ليله المباراه واقول له تعالى اعلمها لك. نبدا فيها تاهيل من الاول، الريلاكسيشن سيرف ازاي. واكيد برضه الاسره بتاعت الابطال دي بيبقى ليها دور كبير في مساله التاهيل دي. يعني اعتقد الأساس. الاسره اللي ربت بطل دي يعني تدرس الحقيقه. هم الاساس. تلي الام واقفه بصوره رائعه، الاب واقف بصوره رائعه، الاخوات مضحيين بكل حاجه طالما في ايقونه جوه البيت شايفين انها بتنجح. حتى انا اسف التشجيع، يعني النهارده احنا عندنا ماتش الاهلي يوم الاثنين، التشجيع للناس اللي مسافره دي لازم ليها برضو تدريب قبل ما تسافر. احنا بنروح ونستهلك نفسنا في الطياره، وبنستهلك نفسنا في الاتوبيس ساعه المباراه كلنا بننام. صحيح. كل ده ليه تدريب. يعني انا اسف في حاجه اسمها سيكولوجيه التشجيع المثالي.
وعشان كده لازم نتخلص من فكرة اللي أنا ألجأ لطبيب نفسي يبقى أنا كده مريض نفسي. لا بالعكس، هي فكرة علاقة تكاملية. علاقة تكاملية سواء كانت ما بين رب الأسرة، سواء كانت ما بين الإعلام كمحرك من المحركات الرئيسية في المجتمع طبعا. ما بين أيضا حضراتكم كدكاترة واستشاريين في الطب النفسي. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا.